نروح بقى للموضوع المهم. الموضوع المهم هو ما ترتب على إعلان وفاة حضرة الضابط موافي أو صفوة الشريف اللي كلمت حضراتكم عنه امبارح، واللي كان أحد أدوات جمال مبارك في السلطة، وزير الإعلام الأسبق لمدة أكثر من 20 سنة ورئيس مجلس الشورى الأسبق وأحد مؤسسي الحزب الوطني، صاحب السجلات وصاحب التسجيلات الجنسية اللي كان بيبتز بيها بعض الفنانات المصريات وبعض الطالبات المصريات، يعني ما يزيد عن 500 طالبة وفنانة مصرية كان بيبتزها صفوة الشريف حضرة الضابط موافي، ضابط المخابرات صاحب السجل السيء، واحد المتهمين في موقعة الجمل، كان بيبتزهم جنسيا لدرجة ان حتى كان بيتحصل على اموال، زي ما قيل في احد المحاكمات ان صفوة الشريف كان بياخد ستات ومنهم فنانات ومنهم مرموقات في المجتمع المصري، يديهم او يخرجهم او يرتب بينهم مقابلات مع بعض الشخصيات الخليجية مقابل اموال. يعني بالنهاية كده مش عايز اطول، صفوة الشريف كان شغال قوات، كان شغال قوات، وجماعة بتوع له ما له عليهم عليه يركنوا بس الشاي على جنب عشان ده ما عندهوش حاجة، وجماعة بتوع اذكروا محاسن موتاكم معلش انا اسف ريحوا بس شوية عشان احنا كده بنتكلم على مساوئ. محاسن مش موجودة عند عمك صفوة الشريف اللي مات قبل يومين، وافضى الى ما قدم، كان شغال، كان مدور البلد وكان شغال قواد وكان ماسك قضايا على ناس كتير لدرجة ان اعتماد خرشد، او نسيت اسمها، اعتماد خرشد تقريبا، اعتماد خرشد، اعتماد خرشد الكاتبة الصحفية اعتماد خرشد قالت في احد اللقاءات انه كان ايضا بيبتز حتى حسني مبارك نفسه كان بيبتز الوزراء بسبب هذه التسجيلات الجنسية. كلمنا امبارح عن موضوع سعاد حسني واللي طلعت جنجا اختها لاول مرة بتتكلم تاني، يعني اتكلمت في 2016 وما زالت من جديد بتتكلم على ان من قتل سعاد حسني السندريلا في العام 2001 في لندن كان هو صفوة الشريف بسبب عدم موافقتها على بعض الأوامر التي كانت تقتضي بحاجات ملهاش علاقة أو حاجات غير أخلاقية. أيضا من الشخصيات اللي كان اتهم في قتلها صفوة الشريف عازف الجيتار المصري عمر خرشد. عمر خرشد عازف الجيتار والملحن اللي كان اشتهر في يعني في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينات، كان أشهر عازف جيتار مصري، واللي توفى نتيجة حادثة في سنة 1981، يعني في يوم 29 مايو 1981 هو ومراته في حادث مروري بعد خروجهم من أحد الأماكن، وهو ومراته اللبنانية، كان خارج هو ومراته اللبنانية دينا، والكلام ده كان في نهاية أو في آخر شارع الهرم أمام مطعم خريستو المشهور، وتقفلت القضية وقال لك حادثة مرورية ومات عمر خيرت، لكن كل المحيطين تقدر تقول كل الشعب المصري كان عارف مين اللي قتل عمر خيرت بسبب الصراع. عمر خرشد، آسف أنا قلت عمر خيرت، عمر خرشد، الكل كان عارف مين اللي قتل عمر خرشد بسبب الصراع أو بسبب الابتزاز وبسبب علم عمر خرشد ببعض الممارسات الغير أخلاقية لصفوة الشريف واعتراضه أيضا على هذه الممارسات. النهاردة إيهاب خرشد شقيق عمر خرشد بعد وفاة عمر خرشد بأكثر من يعني 1981، النهاردة 2020، يعني أكثر من 40 سنة، أسرة خرشد تعلن تقبلها للعزاء في تغريدة كتبها عمر خرشد على حسابه، وإيهاب خرشد آسف على حسابه، وقال نحب نذكر إخواننا بتوع له ما له عليه ما عليه بقول شيخ الإسلام الإمام الحافظ بن حجر رحمة الله عليه: من مات من الطغاة والظلمة نفرح بموته ونشهد على أنه طغى وظلم وتجبر، لأننا شهداء الله في ملكه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: موت العبد الفاجر الظالم يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. إيهاب خرشد بيقول الأسرة تستقبل أو تتقبل واجب العزاء في منزلها في مصر الجديدة. الله يرحمك يا عمر. إذن بعد 40 سنة، بعد 40 سنة من مقتل العازف، عازف الجيتار عمر خرشد، اليوم أسرة خرشد تتقبل العزاء بعد وفاة صفوة الشريف، كما أعلنت أيضا أسرة السندريلا
سعاد حسني انها اليوم استراحت بسبب موت صفوة الشريف. كالعادة يموت الطغاة ويموت الظلمة والشعب يترحم على المظلومين او يترحم على ضحايا المظلومين، كما ترحم الشعب المصري على سعاد حسني وعلى عمر خرشد وعلى ضحايا معركة الجمل اللي تورط فيها صفوة الشريف. أسرة سعاد حسني أيضا بتعلن فتح دفتر العزاء لسعاد حسني. يعني مات موافي وبدأت ودأ الخبر هو المصري اليوم، شقيقة سعاد حسني اللي عايز يعزي في المرحومة أهلا وسهلا بعد وفاة صفوة الشريف، شقيقة سعاد حسني تفتح دفتر العزاء والقضية ما اتحلتش. أنا مش شايف القضية يعني أنا بصراحة ما انتهيتش. بصراحة أنا